ان انا عارف ان المحاضرات صعبه، بس خليني اقول لكم كلمه حق. وهي صلاه دكتور اشرف: اياكم ان تعتقدوا ان تعبكم في المعرفه باطل. كلمه حق، وانا فاهم شو عم بقول وامتلك كامل الوعي والادراك لهذا التصور الحقيقي. منهجية التفكير التي سوف أتبعها في فهمي للمسيحية اللي راح أشارككم فيه قد يكون مختلف بعض الشيء. علشان هيك أرجوكم امشوا معي، إن لم أكن مقنع بنعمة الرب احرقوا اللي قلته كأنه لم يكن موجودا. ولكن أنا لست من أصول إنجاز التعبير مسيحية بالمعنى الحقيقي الملتزم في عائلة أو في بيئة، كنت اسمي فقط. وهذا كان بالنسبة لي متعب ومرهق جدا، لأني شفت المسيحية بطريقة هشة والخطاب المسيحي هش على مر سنين طويلة، خاصة في دفاعه عن تلك المواضيع الحساسة في العالم الوجودي بأصوله المختلفة. فتعرضت للفلسفة كما قدمها جون باول سارتر، كما قدمها ألبير كامو العبثية، كما قدمها فريدريك نيتشه. قدمت برنامج طويل في أنتي كرايست، في كتاب يطبع بالعربية اسمه نقيض المسيح أنتي كرايست، بيقول فيه أرفض أن أكون أحد أعداء المسيح، أنا أريد أن أكون نقيده. ويقدم نفسه بديل عن المسيح وفلسفته بديل عن المسيحية. بيقول بالصفحة 15 فيه، وسبب هذا التصريح هو الشر، بيقول في الصفحة 15: لو قدر لهذا الغر الأبله، والكلام عن حبيبي يسوع المسيح، أن يعيش خارج حدود الصليب لتراجع عن كل ما قاله. العنوان الفرعي في كتابه أنتي كرايست هو اللعنة على المسيحية. عنده مشكلة مع حبيبي. منظومة الأوبر ماتش، منظومة السوبرمان، منظومة الإنسان الأقوى التي قدمها كانت ماشية. وكتابه The Power of Will، وناس بيسموه Will of Power، صريح جدا: البقاء للأقوى. ولكن لما إجا حبيبكم ربكم مخلصكم فديكم يسوع، أعطى للمستضعفين الحق بالحياة. وهذا أربكه 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 جدا لنيتشه. في نهاية الكتاب أنتي كرايست نقيض المسيح يقدم 7 بنود، وبيقول فيها: الحرب بلا هواذا على الرذيلة، والرذيلة هي المسيحية. ويقدم 7 بنود للقضاء عليها. وللأمانة أحد تلك البنود استخدمها واستقاها من بولس، وبولس قدم طريقة معينة وصريحة لهدم المسيحية. تعرفوا شو هي؟ إن لم يكن المسيح قد قام فباطل. عشان هيك كان اللي عم بيقوله الأسيس والدكتور أشرف: تعرفوا إحنا ما عاينا القيامة، ولكن نحن نشهد بأن الموت حدث حقيقة والظهور حدث حقيقة، وما بينهما يعني أن هناك قيامة قد حدثت، لأن الموتى لا يفعلون ذلك، لا يظهرون. عشان هيك إحدى أهم التصريحات اللي كانت محركة في تصريحات نيتشه، بالمناسبة نيتشه صاحب كتاب هكذا تكلم زرادشت، مين عمره قرأ؟ اقروا 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 يا مسيحيين، اقروا اقروا هكذا تكلم زرادشت لما يقول المجنون بطل الكتاب: لقد قتلنا الله، الله قد مات ونحن قد قتلنا. عنده كتاب اسمه ما وراء الخير والشر، اقروه. عنده كتاب خطير جدا اسمه هو ذا الإنسان، اقروه. اقروا لألبير كامو الطاعون والإنسان المتمرد وأسطورة سيزيف. شوفوا اقروا لجون باول سارتر كيف يقدم الوجودية الملحدة، والتي يقابلها طبعا سورين كيركيغارد بالوجودية المسيحية التي وقفت ندا له. اقروا التصريحات لسبينوزا زي ما رح تشوفوا كمان شوي، اقبلوها مني. انا قريت المسيحيه بعيون من يعترضون ويرفضوها، شفتها اكثر جداره بالاحترام من ذلك الايمان الهش الذي يتحرك في اطارات بلا اسباب وبلا منطق وبلا حجج. احدى اهم القضايا التي اعتقد محتاجين نتعرض لها ونفحصها في ضوء الايديولوجيات المختلفه، مشكلة الشر. يا حرام، يعني الله يعينكم على هالساعة. مشكلة الشر، problem of evil، وناس يعتقدون وبيسموها مسألة الشر. كان دائما القضية عند الناس
عموما، وهي واحدة من المشاكل التي لها التي للجميع الحق في التصريح فيها، وإدلاء الإنسان بدلوه. قضية الشر، لا يوجد بيت معنا، في بيت هون، في عائلة لم تتعرض لألم، في عائلة لم تسحق في لحظة ما تحت شر وطأة حدث وكارثي، لا يوجد. الجميع تعرفوا قبل 3 أسابيع توفى الوالد. كنت جاي على مطار القاهرة، كان عندي مؤتمر بقصر الدبارة، أول محاضرة فيه مشكلة الشر والألم. وصلت البيت، وصلت القاهرة، أبوي حبيبي قلت له يا أبو دان الصبح راح ينقلوا المحاضرة، راح تحضرها؟ قال لي بحضرها وبكمل شغل إلك وبسقي الزرع. وصلت مطار القاهرة، فتحت نص ساعة نت فري، بقولوا لي بسرعة ارجع لأهلك. شوفي، قالوا لي أبوك is dying، عمل حادثة عربية وهو يغادر هذه الحياة. صدقوني في مطار القاهرة صليت، طلعت من القادمون على المغادرون، وقفت ركعت، قلت له يا رب أنت بتعرف أني مجد في عملي أني أحكي عنك، وأنت عارف أني بنتقل من بلد لبلد أحكي عن اسمك، وأنت عارف أنه طلباتي قليلة، يا رب أشوف أبو داني، لأنه ملوش غيري، وحيد لأهلي وما حدا حواليه. فكانت استجابة الله إلي، لا حبيبي، الله قال لي لا، سوف يغادر هذه الحياة بدون ما تشوفه، رح ينتقل، وهذا أفضل توقيت. أنتم ما تتخيلوا قديش صعب كلمة لا. الشر وهذا الحدث، لما ركعت في لحظة معينة، بتعرفوا في هاي اللحظات العقل الواعي الذي دائماً بيحافظ على ردود أفعال متسقة مع الإيمان، بتكون قادرة تكون العلاقة بيناتهم علاقة مصالحة. ولكن في الكوارث العقل الواعي بسكت ويستبدل بالعقل اللاواعي، بالمعدن بلغة الكتاب، بالإنسان الباطن، بالإنر بيرسون. وطوباه من يكون معدن الداخل وإنسان الباطن، تصرفاته متفقة مع تصريحاته على هذا المنبر. لما ركعت قلت له يا رب، والناس تسألني شو صار، هيك قلت لهم، حبيبي أبو داني راح عند حبيبي يسوع المسيح. أعتقد في هاي اللحظات في ناس ما رجعوا، في ناس طحنوا تحت وطأة الكارثة، شر. يا الله قديش هذا التصريح خطير جدا. الناس بتركوا الله حبيبي لأنه بمروا في ظروف سيئة، وكأنه العلاقة علاقة الكارما البوذية. لأنه زمان كان الفكر القديم إذا كانت الحياة بتمشي في بحبوحة هذا دليل رضا الله وإنك أنت إنسان خير، وإذا كانت الحياة فيها شوية معاناة معناتها إنك أنت شرير والله غاضب عليك. حتى أتى أيوب وغير المنظومة. لا لا لا، مين قال هيك؟ للأمانة أقول، وهذا وبحكي على الهامش، أتحدث بذلك على الهامش، لأنه على قلبي أحكي الجملة، لأنه تحت بسببها سقط الكثيرون. إياكم أن تعتقدوا عندما تصبحوا مؤمنين أنتم تصبحون مستثنيين من الكوارث. مين قالكم هاي الكذبة؟ مين قالكم هاي الكذبة؟ يا الله قديش بعرف ناس، ما أنا مؤمن بحبه، ومن قال لك أنك عندما تكون مؤمن you will be excluded. يا مؤمنين، حادثة الشر والكارثة أعتقد محتاجين نراعيها ونعالجها بطريقة موضوعية. دائماً كانت الشر ومنظومة الشر الفكرية تعتبر إحدى أقوى الدلائل التي تستخدم ضد الله حبيبي وضد وجوده، زي ما رح نشوف كمان شوي. الشر بسببه فقد الكثير من الناس إيمانهم، وسقطت هويتهم، وتسربت الشكوك إلى حياتهم، طحنوا تحت وطأة تلك الألام. يا الله قديش هذا شيء قاسي. يا رب أنت وين؟ مو يا رب إذا بتقول لي أنت بتسمعني اليوم، واحد بيقول لي هذا السؤال، اللي كنت في مصر الجديدة من الأسبوع الماضي كان موضوعي هذا، هل تسمع يا رب؟ مو إذا بتقول لي يا رب إنك عم تسمع، رح تنهال عليك الأسئلة الثلاثة الكبرى. إذا كنت عم تسمع فلماذا تصمت؟ لماذا لا تفسر؟ ولماذا لا تتدخل؟ اسمعوا، الناس مشكلتهم مع الشر مش إنه الشر
من سببه. مشكلتهم مع الشر والمؤمنين خصوصا. ليش ساكت؟ احكي كلمة حق. في أم من الموصل وهي جاية وتركت بيتها ومش عارفة وين أولادها، عايشين مش عايشين، بتقول لي يقول كلمة حق. وينه حبيبك اللي بتقول عنه؟ قلوبنا انكسرت. وينك يا رب؟ مش من حقي تفسر. والمشكلة بتصير أعقد في حياة الإطار، في حياة الكنيسة، لما يوقف واحد زيي أو أنا بكون هون قاعد ومكسور لأنه الله لم يتدخل، بلاقي واحد واقف هون بيشهد عن عمل الله وأن الله تدخل في حياته، رح تلاقوني عارفين شو بحكي في سري؟ شمعنا؟ شمعنا أنت مش أنا؟ وتصبح أداة تمجيد الله عبء على اللي قدامي، عبء علي أنا اللي قاعد. مشكلة الشر طول عمرها كانت مشكلة كثيرين وهزت إيمان كثيرين وأسقطت. شوفوا جون باول سارتر شو مشكلته؟ ذلك الوجود الذي قدم للبشرية منظومة معقدة جدا من اللاأدرية والإلحاد. شو كان مشكلته؟ مشكلته شر. أنتوني فلو صاحب كتاب God There is no God الذي جاء من بعده ب 2010 وقدم كتاب There is a God. أنتوني فلو كانت مشكلته شو؟ شر. مايكل روس مشكلته شر. فريدريك نيتشه مشكلته شر. أبي كور ذلك العالم الإغريقي الذي قدم للعالم البارادوكس الشرير والذي سوف نتحدث فيه طويلا في إطار مشكلة الشر المنطقية، مشكلته شر. سي أس لويس شر. تولستوي شر. ديستوفسكي صاحب منظومة، صاحب رواية الأخوة كارامازوف. تعرفوا رواية الأخوة كارامازوف؟ الجملة المشهورة فيها: إذا كان الله غير موجود فكل شيء مباح. كله مشكلتهم شر. مش معقول. المنظومة معقدة جدا. مرة بإحدى المؤتمرات كان في قدامي واحد يهودي يقول لي أنت بتآمن بحبيبك يسوع؟ عم تحكي عنه كثير. قلت له كثير معجب في هالشخصية. قال لي اسأله في معتقلات أوشفيتز في الهولوكوست وين كان الله عنا؟ عندما كان هتلر الذي تبنى تصريحات نيتشه فكانت النازية، وموسوليني من تبنى تصورات نيتشه فأصبحت الفاشية، وين كان الله؟ وين كان؟ احكوا يا مسيحيين وين كان؟ بدأ في الغجر ثم اليهود ثم العرب. هو بلحقكم مش بس، ولا أنتوا كان ناوي عليكم نية بس حظ هي انتهت الحرب العالمية الثانية قبل ما يوصلنا. ولو بلش بالعكس هتلر وين كان؟ هذا الكتاب بالمناسبة هذا فيلم The Trial of God محاكمة الله، هذا مأخوذ من قصة حقيقية لمجموعة من السجناء يتحاورون أين الله؟ أقبل الموت؟ أقبل الحرق؟ أقبل؟ تعرفوا أحد الأشخاص اللي كانوا في هذا المعتقل لمدة 5 سنين، واحد يمكن تعرفوه دكتور نفسي معروف اسمه فيكتور فرانكل، عمركم سمعتوا فيه؟ بيقدم علاج فلسفي، علاج نفسي اسمه العلاج بالمعنى. عمركم سمعتوا بهذا الاسم؟ اقروا له، كل ما احكي شيء بليز اكتبوه دونوه، اعتقد رح نوصل لمكان ما، هي الطريقه اللي بحب. اكتبوا فيكتور فرانكل، اكتبوا الكتب اللي قلتها، اكتبوا اسماء الفلاسفه، اعتقد انهم يتهجمون على المسيحيه بطريقه تستوجب منكم الرد. وهنا اسمحوا لي استخدم اقول لكم كيف يتم استخدام الشر ضد الله. جاهزين؟ جاهزين نشوف موقع هذا الكونسبت في إطار رفض الله. عمركم فكرتوا بهذا السؤال؟ كيف نستطيع رفض؟ كيف نستطيع إثبات عدم وجود شيء؟ كيف نستطيع إثبات عدم وجود الشيء؟ للأمانة هذا سؤال صعب. أن أثبت عدم وجود شيء أستطيع أثبت وجوده، أما أن أثبت عدم وجوده في 4 طرق معروفة. أن يكون ما نريد أن نثبت عدم وجوده مستحيل منطقياً، يعني مثلاً لو قلت لك من غير ما تعرفوني قلت لكم أنا اليوم رسمت مربع دائري شكله حلو جداً. مربع دائري، المربع من ميزاته وجود زاوية 90 درجة والدائرة لا يوجد فيها زوايا، اللي بتقولوا مستحيل، لا يمكن أن يوجد مربع دائري. أنتوا أثبتوا عدم وجود الشيء لأنه اللي أنا أدعيت وجوده مستحيل منطقياً impossible. 2 أحياناً
غياب الأدلة لفترات زمنية طويلة بشكل مستمر يمكن أن يستخدم كدليل عدم وجود الشيء. برغم إذا هون دارس حدا فلسفة أنا عارف تماما المقولة الفلسفية المعروفة absence of evidence is not evidence of absence، غياب الدليل لا يعني دليل غياب، مع احترامي إلها، ولكن استمرار غياب الأدلة بشكل مستمر ولفترات زمنية طويلة يستخدم ضد الشيء الذي يريد إثبات وجوده، أي يثبت عدم وجوده. ثلاث، أحياناً تقديم حقائق متناقضة حول الشيء الذي ندعي وجوده، وإذا أثبت أنها contradiction وليس paradox، أتحدث عن contradiction، تناقضات عميقة حقيقية وليس تناقضات ظاهرية paradox، وجود تناقض ينفي وجود الشيء الذي أحاول إثبات وجوده، بمعنى أثبت عدم وجوده. أربعة، وهي ما يتعلق بقضية الشر، غياب الأثر، غياب أثر الشيء الذي أدعي وجوده يستخدم دليل ضد الشيء الذي أريد إثبات وجوده، وهذا ما هو يسمى بالشر. الشر دائما يستخدم كأثر ضد الله، ما هو لو الله موجود ما صار اللي صار فينا. وهذا تصريح للأمانة تتذكروا من أيام جدعون شو قال؟ أسألك يا سيدي إن كان الله معنا حافظين ما شاء الله عليكم فلماذا أصابتنا كل هذه؟ أين أين أين؟ ألم يقل أباؤنا حكونا عن عجائب؟ وينها؟ ليش؟ شو حكى أشعيا بن آموس؟ مش قال حقا أنت إله محتجب؟ أوف، غيابك يا رب في الأوقات اللي نفسي أشوفك فيها تتدخل مرعب مرعب. عشان هيك يستخدم الشر في هذا الإطار كأثر يؤكد عدم وجود الله الذي ندعي وجوده. ديفيد هيوم قدم، جون هيك قدم، أبي قور الذي سوف نتحدث عنه كثيرا قدم. الشر عشان نستوعبه نوعين، واللي بكتب يكتب سريعا، الشر أخلاقي وشر طبيعي، moral evil and natural evil. المورال إيفل الشر الأخلاقي هو الذي يظهر في الجريمة المنظمة، في القتل، في التعذيب، في التطهير العرقي، كل هذا يسمى moral evil، شر أخلاقي. اثنين، الشر الطبيعي الذي يبدو في الزلازل والأعاصير وأمواج تسونامي الذي يتهم الله حبيبي إنه التي سببها، بس ما حدا عم بيقول عن تلك التجارب النووية الانشطارية والتجارب الهيدروجينية الاندماجية التي يتم التي تجري في أعماق البحار. التسونامي الله اللي بتحبه هو اللي سببه جد؟ اللي رح أورجيكم بوثائق رسمية أتحمل كافة مسؤولياتي تجاه الله قبلكم، ولست بصدد تبرئة الله، بس عم بحط الحقيقة قدامكم، الإعصار والبركان هذا كله الله بيسببه، والمرض هذا الله بيسببه. مش معقول، مش معقول قديش حبيبي يتهم في الأشياء. بيكون الابن بيأكل بتهور وبنهم، والأب ناسي الموضوع مسافر طول الوقت، الابن بتصيبه تخمة لأنه الأب مش مركز مع ابنه، بيعمل عملية قص معدة، بيموت الولد في العملية، يتهم الله في إنه هو اللي ما تدخل. مش معقول، مش معقول. بتذكر أب قال لي، رن علي قال لي اسمع، حكى لي كلمة مش في مكانها، قال لي اسمع ابعد عن ابني ما توديه على الكنيسة، بيحكوا لي إنك أنت بتغسل أدمغة الناس. قلت له خليه بالكنيسة أحسن، أشرف، أروع، أرقى، أفضل، بتحمي ابنك لمستقبله. قال لي أوعى، حقك. ثلاث سنين برن علي نفس الأب، يا داني تعال صلي مع ابني بالمستشفى، الله شاهد صليت مع ابنه في المستشفى وركعت في الغرفة، شو كان ماله؟ دامج، أوفردوز، تريمادول، راح. عيونه بالآي كونتاكت بينه وبينه، ماله حبيبي يسوع؟ ماله؟ ليش الناس بترفض تجي بس لما تبعد وتعيش بدونه؟ ومنعيش الحياة التي بدونه، نحمل الله مسؤولية غيابه اللي أنا قررتها. قلبي مليان في قصة الشر والألم، يا الله قديش دائما بحكي جملة وتحمل مسؤولياتها هلأ قدامكم. أغلب مشاكلنا في البشرية هي من صنع أيدينا.
الشر نوعين، ايش هم ذكروني فيهم؟ مشكلة ايه؟ شر اخلاقي وشر. وتم صياغة المشكلة بطريقتين، مشكلة الشر المنطقية ومشكلة الشر الدلالية، logical problem of evil و evidential problem of evil. الشر المنطقية صاحبها واحد اسمه ابيقور، للأمانة كثير ناس حكوا فيها، أيام أغسطينوس كانت في صيغة منتشرة جدا، أيام توما الإكويني كانت في صيغة منتشرة جدا، أيام أصدقاء أيوب عندهم أربع مقدمات مرعبة مرعبة، واللي دارس لسفر أيوب وأحكيها كلمة حق، أنا من الناس الذين أسأت قراءة سفر أيوب لفترات زمنية طويلة، واضطريت أقرأ لما توفى وانتقل أبو داني، انتقل الوالد، قريته في ذلك الوقت. كان نفسي أعرف ما هي المنظومة الفكرية، شو هو المايندسيت اللي عند واحد زي أيوب لا يمتلك نص توراتي، لا يمتلك، عايش في عوص، واضح أنه شمال الجزيرة العربية، أوف، كيف قادر هالقد يتمسك بكماله برغم كل شيء؟ هزني هذا التصور، قريته بشغف. وكانت الاستنارة والتنوير والإعلان والاستعلان حاضر من حبيبي يسوع المسيح بالروح القدس. أعتقد أني حصلت على الكثير. مشكلة الشر المنطقية أفضل من قدمها كان شخص اسمه أبيقور. أبيقور قدم للعالم إشي بنسميه الأبيكوريان بارادوكس، تناقض أبيقور. بيقول فيه، طبعاً هاي النسخة، هاي هذا الكونسبت تم تعديله مرتين، النسخة الحديثة منه مرعبة جداً، ركزوا معي شو بيقول، اسمعوا نص الحجة. بيقول الله موجود، يا سلام، إيه الحلاوة دي، موجود، لا مش بس هيك، ويمتلك مواصفات استثنائية، فهو كلي المعرفة، omniscient، ولأنه كلي المعرفة فهو يعرف كيف يستأصل الشر، يا سلام. اثنين، هو كلي القدرة، omnipotent، يقدر أن يستأصل الشر. ثلاث، هو كلي الصلاح، يريد أن يستأصل الشر. وجود إله بهذه المواصفات يعني أن الشر غير موجود. شوفوا التريك، رمى الكلمة قدامي وأنا بكل حب قبلتها، ولكن ما دام الشر موجود فلا يمكن أن يوجد إله بهذه المواصفات، مستحيل يكون في إله بهذه المواصفات، إما أن يكون صالح وقادر لكنه المسكين ما بيعرف، أو أن يكون بيعرف وقادر لكنه المسكين غير صالح، شرير بحب الدم، أو بيعرف وصالح ولكنه المسكين بلا حول ولا قوة. شو بتحبوا يا مسيحيين؟ مش معقول شخصية استثنائية الدم إنه موجود، قدم تصريح، حط الشر كحقيقة، نسف وجود الله بوجوده الكامل بمواصفاته الكلية، كلية الصلاح، كلية المعرفة، كلية القدرة. مشكلة الشر الدلالية، مشكلة الشر الدلالية أخطر شوي. ما بتقول عن تناقض أو تناقض في التعايش بين الشر والله. مشكلة الشر المنطقية تقوم على أساس أن هناك تناقض بين الشر وبين الله، متفقين؟ عشان ما أنسى، ذكروني شو أنواع الشر؟ أيوة. مشكلة الشر الدلالية أخطر شوي، بتقول وكلماته لويليام روي وداربر وبول داربر خطيرة، بيقول يوجد شر كثير غير مبرر في العالم. كلمة غير مبرر تعني أنه لا يمكن أن يخرج منه شيء صالح، أو بكلمات مسيحية أكثر يخرج منه خير. بيقول يوجد شر كثير في العالم ولا يمكن أن يخرج منه خير، ولكن إن وجد إله بهذه المواصفات، الكلية الصلاح، كلية المعرفة، كلية القدرة، يستطيع أن يوقف الشر دون أن ينتهك إرادتكم، اثنين، دون أن يعرضكم لشر أسوأ، ثلاث، دون أن يحرمكم من خير أكبر. إذا في إله كلية الصلاح، كلية المعرفة، كلية القدرة، مع هذا الشر الكثير في العالم وهو إله حقيقي، يستطيع أن يوقف الشر دون أن ينتهك إرادتك الحرة، دون أن يعرضك لشر أسوأ، ودون أن، شوفوا أدق الكلمات، دون أن يحرمك من خير أكبر. ولكن مدام الشر موجود فهذا الإله إما أن لا يكون يمتلك تلك المواصفات، أو أن يكون إله لا مبالي. شو بتحبوا يا مسيحيين؟ طبعا ستيوارت ميل، عمره حدا قرا له هذا الزلمه الراجل ده، يعني احنا مضطرين مع انه للامانه يعني يستحق القراءه، جون ستيوارت ميل، مستفز جدا بس خطير. هذا اللي بيقروا برا البلد، هذا لما بتعرفوا، هذا اللي بيقرا الاجنوستيك، هذا اللي بيقرا السكيبتيك،
هذا اللي بيقرأ الاثيست، هذا اللي بيقرأ البانثيست، هذا اللي بيقرأ البانانثيست، هذا اللي بيقرأ الديست. تعرفوا بالمسيحية اليوم من ينتشر جدا مش الملحدين، اللي بينتشر في الكنيسة الديزم، الربوبية. يوجد خالق ولكن ما في هاي العلاقة والارتباط بينه وبينه. صليت ولا ما صليت؟ بضميركم كم واحد سأل هذا السؤال؟ صليت ولا ما صليت؟ هو بده يعمل اللي هو عايزه. وهذا ينتشر ديزم. هذا الشخص يساهم جدا في انتشار الديزم الربوبية. الردود على مشكلة الشر انقسمت إلى قسمين. قبل ما أنسى، أنواع الشر شو هم؟ طيب، صيغة مشكلة الشر قسم صيغتين. أول صيغة مشكلة الشر المنطقية، ومشكلة الشر، يا سلام، الردود انقسمت إلى قسمين. ردود تسمى محاولات دفاعية، وردود يطلق عليها الثيوديسيا، ثيوديسي، ثيو ثيو ثيوديسي. المحاولات الدفاعية هدفها واضح، ترد على مشكلة الشر المنطقية بأنه لا تعارض بين وجود الله والشر. محاولات دفاعية هدف هذا الرد المسيحي، والمسيحيين قدموا في هذا الإطار الكثير. اسمعوا للأمانة أقول كلمة حق، أنا معجب في مسيحيتكم قبل ما أكون مسيحي مختبر. كان دائما هل يسوع تبعكم بالنسبة إلي جذاب، تصريحاته يا جماعة مش سهل على تلاميذ. هذا اللي كان يقوله الأستاذ أشرف اليوم الصبح، مش سهل، يعني عقلي ما جاب. ناس يسرقوا جسد أو يتلاعبوا بمؤامرة تكون نتيجتها قال متى يقتل بأثيوبيا، ومرقس يقتل في شوارع مصر، وتوما يقتل في الهند، ومرقس ويعقوب يرمى من فوق الهيكل، بولس يقطع رأسه على حدود إسبانيا، وبطرس يصلب بالعكس على تلة الفاتيكان. أوف، من شوية ناس خايفين بالعلية لهي الطاقة المرعبة. مش معقول يا حبيبي قديش أعطيتهم هذا الانسبريشن، مش معقول. كنت معجب فيه قبل ما اختبره. بس تعرفين شغله، وهذا تصريح خدوه على محمل الجد، في المسيحيه نحن نبايع الكيان قبل ما نبايع المضمون. ما في حدا فينا قرا كتاب مقدس عجبه فامن فتعرف على يسوع. احنا عنا عرفناه فالأمور اختلفت، ومن هناك حدث كل شيء. النوع الثاني من الردود هو الثيوديسيا. نفسي أحكي لكم كل التفاصيل. الثيوديسيا أنواع، في شيء بنسميه الكلاسيكي، وإشي بنسميه لا نهائي أو الصورة النهائية، وإشي بنسميه الصورة الاستبدادية. شخصيا أؤمن للتاريخ فقط، عشان بس أتحاسب قدامكم وقدام الله من هذا الشيء. أعلن تصريحي بإيماني بثيوديسيا كلاسيكية. هاي الرد هدفها تقدم أسباب فلسفية منطقية أخلاقية ذهنية لماذا يوجد شر في العالم. هدف هذا النوع من الردود ليس حل مشكلة التناقض، التناقض بتحلها المحاولات الدفاعية العادية. ثيوديسيا تقديم أسباب حقيقية منطقية ذهنية فكرية فلسفية لماذا يوجد شر في العالم، وهذا ما سوف نتحرك فيه بإطارات مختلفة. ولكن علشان أقدر أكون قدامكم حقيقي اجتهدت أحكي لكم كيف الناس فهموا الشر. دائماً إحنا كمسيحيين بنحكي عن اللي عندنا جواتنا من غير ما نفهم شو اللي عم بتقدم برا. فكان ينبغي من الاحترام إلكم إني أشوف معكم كيف الشر انفهم من خارج حدود السور المسيحي. ما هو الخطاب الآخر أو خطاب الآخر في قضية الشر؟ فرجعت معهم هيك، رح أرجع معكم سريعاً آراء فلاسفة قد ما ربنا يعطيني وقت في قضية المفكرين اليهود، وخاصة سعيد بن ميمون الفيومي صري، وعاخام قرطبة من كان الدكتور لصلاح الدين الأيوبي الذي نقل من الفكر اليهود إلى العربي الكثير. رح راجع معاكم تصريحات فلاسفة مسلمين قويين، وخصوصا ابن سينا والغزالي والقاضي عبد الجبار. رح راجع معكم تصريحات مسيحية هيك على هيك بسرعة، لأغسطينوس وأرمينيوس وأريناوس، وكيف شافها كالفين ومارتن لوثر. فلاسفة سألوا سقراط، يا سقراط ما هو الشر؟ قال الشر جهل. أوف، جهل. قال ما حدا بيعمل الشر هو بيعرف إنه شر.
توماس هابس، قالوا له ماذا يعني الشر؟ قال ما في كلمة شر ولا خير، القضية ما يناسبك يسمى خير وما لا يناسبك يسمى شر، وهذه هي القضية بكل شيء بكل تفاصيلها. ريني ديكارت صاحب إذا كنت أفكر مش فا بدون فا، إن كنت أفكر أنا موجود، بيقول شو الجهل كما يقول سقراط؟ القضية إرادة، وإن كان جهل، جهل بدون إرادة لا يمكن أن يصنع خير أو شر. أوف. سألوا سبينوزا، أي سبينوزا ذلك الفيلسوف الهولندي الذي يؤمن بالحلولية وحدة الوجود، God is all or God is in all، من يؤمنون بالفسخ والمسخ والنسخ والرسخ. سبينوزا سألوه ماذا يعني شر؟ قال لهم ما في كلمة خير وشر بطريقة موضوعية، القضية باختصار شديد هي تصورات في عقلك، أي خير وأي شر؟ إيش قصدك خير وشر؟ ما في، هاي أفكارك الشخصية اللي بتخصك وفقط ذلك، ولا يوجد شر أكثر من ذلك. سألوا إيمانويل كانت، مين عمره أرى كتاب نقد العقل المحض؟ إيمانويل كانت اقروا له، فيلسوف ألماني عنده كونسبت معروف جدا. هيوم هاجم المسيحية بما يسمى بالشكوكية تبعت هيوم، كانت هاجم المسيحية باللا أدرية، إيمانويل كانت هز المسيحية. بعرف أنه ربنا كان حاضر بقلوب وعقول ناس مسيحيين وقفوا عند حده، ولكن إيمانويل كانت يقرأ له كثيرا، ونصيحة اقرأ لهذا الزلمة. بيقول إيمانويل كانت بيقول الإنسان هو الحر، الإنسان كائن حر وحريته تصنع الخير والشر، لا هي عقل ولا هي القضية قضية إرادة. سألوا جان جاك روسو له موضوع خطير جدا، بيقول الله لن يوقف الشر ولن يوقفك على أن تفعل الشر، لأنه مهما كانت إرادتك قوية وعندك إبداعات في الشر لن تستطيع أن تتعدى على النظام الذي وضعه الله. اسمعوا اثنين، ولن تستطيع تغيير مقاصد الله. سأل ويليام جيمس ذلك الفيلسوف البراغماتي، تعرف شو يعني براغماتي؟ براغماتيك كونسبت، براغماتية بيقولك أن العمل هو المعيار الوحيد للحقيقة، وإحنا بالمسيحية نمتلك فيلسوف ورسول براغماتي من الطراز والعيار الثقيل، تعرف من هم؟ يعقوب. إيمان بدون أعمال، بتقول لك طول ما الحقيقة بمخك بعقلك بوجدانك دون أن يكون لها على الأرض امتداد، احتفظ بالحقيقة لنفسك، هاي أوهامك الشخصية، عيش اللي بتقوله. ومشكلتنا في العالم العربي ندعي ما لا نعيش ونعيش ما لا ندعي، وعايشين نتخبط في هذا التصريح. تعرفوا أنتوا هلا عم تسمعوني وتسمعوا كل واحد واقف عم يعطي محاضرات، باسم المسيح صلوا لنا، قولوا أمين. عارفين شو كتاب بيقول؟ لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي عالمين أننا في أشياء كثيرة عشان نعتروا جميعنا. خطير هذا التصريح، الله يعين أي قائد ولا بني آدم بيوقف هون يعرض نفسه لحساب من نوع آخر. عشان هيك وانتوا بتشوفوا حد بيوقف، إياكم أن تعتقدوا القضية وقفة وكما لا لا لا، هاي مسؤولية. صحيك إيهاب، صحيك أسيس، صحيك، هاي مسؤولية صدقوني، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا، بس حسابكم غير حساب اللي بوقفهم، أنت عرضت حالك لهيك إشي. عشان هيك بيقول إشي خطير جدا، بيقول الأفعال، جيمس بيقول الأفعال ليست خير وشر بحد ذاتها، عفوا بتصير خير وشر في نهاياتها، وهذا هو التصور المعروف بلغة الشارع أو باللغة الشعبية، الغاية تبرر. فالقتل، مين قال لك القتل شر؟ القتل دفاع عن نفسك مش شر. الإعدام لطرف قمة العدل ولطرف آخر، مين قال؟ شايفين قديش الموضوع حساس؟ جيمس عم بيقول هيك. كونسبت تاني عم سيجمنت فرويد أبو التحليل النفسي بيقول الإنسان صفحة بيضاء والإنسان بتخربوا المجتمعات وبصير شرير، والحديث يطول ضمن هذا الإطار. شايفين شو عم بحاول أعمل؟ الكل مختلف حول قضية الشر، شو هو الشر؟ ورح أعرف بالمناسبة شو هو الخير. بحسب الطرح المسيحي أغسطينوس بيقول إنه الشر كلياته إجا بعد السقوط، والبشرية تعرضت طبيعتها للأذية ولا تستطيع الالتفات إلى الله وتحتاج إلى تدخل إلهي. بيرفكت، يلا جو.
أرمينيوس، أرمينيوس بيقول شيء تاني، بيقول الكونسبت مو هذا من هذا النوع. في قوانين طبيعية تحكم الأشياء، خروجك عنها يعرضك للخطر. في قوانين روحية ضمن إطار قوانين أخلاقية وقوانين كتابية، التعدي عليها يعرضك للشر. كالفن بيقول الله موجود في كل مكان، والإنسان هو المسؤول عن خطيته، ولكن الله لا يستطيع أن يتخلى عن مسؤولياته لأنه كان حاضر وإنت بتعمل الشر. فالمسؤول عن الشر الله 100% والإنسان 100%. أنا عم بحاول أقول لكم قديش المسيحيين كمان بتصوراتهم اختلفوا حول فهم واستيعاب مفهوم الشر. أغسطينوس بالمناسبة زي مارتن لوثر بيأكد أنه الشر الطبيعي في العالم تسبب الملائكة، وأنا مش خايف أحكي هاي الكلمات قدامكم بحسب أطروحات علماء مسيحيين لهم كل الاحترام. القديس أوريانوس بيقول لا يمكن تقديم فعل حب لله دون أن يكون هناك شر، لأن الشر يضعك في مجال ومساحة تكون أنقى وأصدق فكرياً وجدانياً عاطفياً من حيث المشاعر والإطار والإرادة والتفكير والنفس والروح والجسد، أفضل من أن لا يكون هناك شر. المفكرين اليهود طبعاً تعرفوا المعاناة في الإطار اليهودي خطير جداً وقضيتها يعني مركزية. بيقول سعد بن يوسف الفيومي بيرفض أن يكون الله شرير، وبيقول أنه الإنسان هو الذي يصنع الشر بإرادته. عاخام قرطبة الذي كان يطلق عليه أبو عمران بن موسى بن ميمون عبيد القرطبي، وهو اللي كان زي ما قلت لكم دكتور صلاح الدين الأيوبي والذي نقل إلى العربية الكثير من الفكر اليهودي، بيقول كمان بيقول بنفس الطريقة، بيقول الله ليس شرير، وإن كان شرير حدث فيه تناقض، والتناقض يعني أن هناك تركيب والتركيب لا يتناسب مع الوحدانية. أوف، شوفوا الفكر المسلمين إخواني المفكرين المسلمين على مر التاريخ قدموا في هذا التصريح الكثير. قدم القاضي عبد الجبار تصريحات خطيرة جدا وقسم الأفعال على حسب ارتباطها بالخير والشر. بيقول عبد الجبار إنه الفعل نفسه ممكن أن يفهم خير وشر، وبالتالي قضية إنه بس خير أو بس الفعل شر هي قضية لا. مثلا بالنسبة له المرض ممكن يكون خير، الفقر ممكن يكون خير، وهلما جرى. قيسوا على ذلك ابن سينا الشيخ الرئيس ابن سينا كما يطلق عليه، بيقول الشر في العالم، اسمع الكلام قديش دقيق، بيقول الشر في العالم ضروري ونادر وغير مقصود لذاته. ضروري بطلق طالبه الله بإزالته، اثنين نادر تستطيع احتماله، ثلاثة بيقول ليس مقصود لذاته ليبرئ الله منه. شو هذا؟ بس كل المنظومة الإسلامية بكل الحب، وهذا التصريح أعتقد أني عم بقدمه وهو موثق، مفهوم الحياة عند أخوي المسلم هي أنها ابتلاء من عند الله، وطوبى بلغتنا من يستطيع احتمال هذا الابتلاء. أصل الشر، ماهية الشر، طبيعة الشر. كلمة ماهية وطبيعة قضيتين مهمتين أنكم تدركوها. بس قبل ما أدخل في الطبيعة والماهية اسمحوا لي أن أتحقق من معرفتكم في إطار لغوي كتابياً في معنيين للشر. أحياناً يكون معنى كلمة شر evil wickedness تعني الإثم، تعني فعل الخطية، وأحياناً كلمة الشر بالعربي تعني disaster بلية حرمان خسارة من نوع ما. عشان هيك وانتوا عم تقروا ارجوكم توجهوا لبعض التفسير اللي تساعدنا في مفهوم في معرفه هاي الكلمه ماذا تعني. احيانا تكون الكلمه تعني المعنيين، راع تعني اخلاقي وشر طبيعي صحيح، وهذا بيخلق حاله من التوتر في استيعاب المفهوم، ما يحسم القضيه السياق الموجود في هاي الايه. أرجوكم لا تتسرعوا في أخذ آية، وهي نصيحة من أخ لأخوانه، إياكم أن تستخدموا آية تبنوا عليها عقيدة، نصيحة أخ، إياكم أن تأخذوا آية تبنوا عليها عقيدة. عشان هيك وإحنا عم نحاول نستوعب قضية ومشكلة الشر في هذا الإطار، أولاً وأخيراً هي أهم قضية افهموها أرجوكم، الشر حالة ليس شيء، يعني لا يوجد مكعبات شر. الشر ليس شيء وإنما هو حالة، وهذا تصريح خطير جدا، إدراككم إله رح يغير من منظومة الطريقة اللي بنفكر فيها. هاي الحالة هي حالة غياب، حالة فساد،
حالة حرمان، حالة غياب. بكل صدق أتحدث بإطار ذهني بحت، حالة غياب بمعنى أن الشيء بحد الله خالق الموجودات، اسمعوا اللي عم بقوله، واللي بيقدر يتذكر هاي الكلمات يتذكرها للمنفعة. الله خالق الموجودات، غياب تلك الموجودات ينتج عني حالة جديدة يطلق عليها حالة شر، في إطار الخير اللي عم بحكي فيه. حالة، تعرفوا مين هون دارس طب، حالة الجسم في الطريقة الطبيعية لقيام الكبد والبنكرياس بأعماله الوظيفية الطبيعية يخلق حالة يطلق عليها healthy state، صحيح؟ فالكبد يقوم بوظائف الطبيعية، والبنكرياس بوظائف الطبيعية، والأوعية الدموية بوظائف الطبيعية، هاي اسمها حالة healthy، صحة. هذا الإنسان طبيعي، أي خلل وظيفي في أحد الأعضاء يسبب على هذا الأساس وبالتبعية مشكلة يطلق عليها حالة جديدة اسمها مرض، حالة. أغسطينوس استخدم هذا المثل لوحده فانتقد، أنا لن أقدمه لوحده ولكن هو تكميلي من جزء آخر. قدم غياب الضوء ينتج عنه حالة. للأمانة فكروا شوي، أنا أتحدث هندسيا هلا، أعطوني البوزيتيف سورس أوف داركنس، أعطوني مصدر إيجابي للظلام. لا يعني بيعمل ظلام، لا يا عمي، بدي اللي بيخلق الظلام. خطير الفكر، اسمعوا، نقصان خاصية معينة لا يتطلب وجود ايجنت عميل لرفع خاصية مضادة. غياب النور ينتج عنه حالة بالمعية بالضرورة اسمها ظلام. هذا جزء أساسي في فهم لموضوع الشر. كمان في حالة حرمان، privation. حالة حرمان هي من أهم القضايا اللي إحنا بنستخدمها اليوم في إطارات مختلفة. الحرمان، عمركم، أحكي لكم شو قصدي حرمان. العمى، العمى هو حالة حرمان من خاصية البصر. ما حدا بيقدر يكون أعمى بلا يمتلك عيون، هو لازم يكون عندك عيون وعصب بصري في خلل معين، فأنت حرمت من حاسة البصر، أنت محروم منها. فالشر إحدى أبعاده حرمان، غياب. وأخيرا فساد، ركزوا معي بهاي الجزئية. عمركم شفتوا ضرس مسوس؟ عمركم شفتوا ضرس مش مسوس؟ نادرا بس في. عمركم شفتوا سوس كده ماشي بالشارع لوحده؟ الشر ليس شيء، هو فساد الشيء. عمركم شفتوا حديد مصدي؟ طيب حديد مش مصدي؟ ما ينفعش يكون في صدى بدون حديد. الشر ليس شيء، هو غياب الشيء. الشر ليس شيء، هو الحرمان من الشيء. الشر ليس شيء، هو فساد الشيء. corruption، absence، privation. هذا هو من أهم القضايا اللي إحنا محتاجين ندركها في هذا الإطار وفي هذا السياق. بقول هاي القضية كتير أرجوكم، فالأشياء بحد ذاتها ليست شريرة. ممكن حد يقول لي يتجرأ، لا أحكيها بطريقة أفضل، يتهور فكريا، وهذا الكلام صار لي بسأله 7 سنين وفي كل مناظرات اللي بكون فيها، حدا هون مستعد يتهور فكريا ويقول لي أن هناك شيء شري، شر بذاته؟ مين قالكم أنه الفيروس بصيغته المضرة اليوم هو وجد بهذه الطريقة؟ الخلل المناخي في إطار الرطوبة بس لحالها، على أساس الهيوميديتي اللي خربنا فيها منظومة مناخية راح أحكي عنها مطولا في إطار الجلوبال وورمينج، هي التي جعلت من هذا الفيروس الذي كان مفيد. تعرفوا لولا الفيروس، تعرفوا الأموات اللي بتوفوا أهالينا، تعرفوا لو هدول لم يتحللوا بإطارات مختلفة وبإطارات بكتيريا؟ هذا العمل الفيروسي مهم جدا لتآكل واستمرار الحياة، وهو قضية خطيرة جدا في الاهتمام. لكن ما قمنا به من العمليات، تعرفوا البلاستيك هاد، شوفوه من تحت بتلاقوا عليه مثلث على رقم 2 أو 3، في وقت معين هذا لن يذوب.
انتم مش عارفين احنا شو عملنا في هذا الكوكب اللي تسلمناه نقي وطولبنا ان نحفظ ونحافظ عليه. هلا رح تشوفوا بصدق كوارث يتحملها الانسان فقط وعلى مختلف المستويات. من جديد فكر انكم تقولوا انه في شيء خلق بشر الحاله، حتى الشيطان بالمناسبه. هي اياكم ان تعتقدوا ان الشيطان بكينونته الشيطانيه خلق كشيطان. هو اصلا شو هو؟ مين قال انه لكم ملاك؟ وين تسربت هاي الفكره؟ هو مش ملاك للضق. يا سلام، هو كروب، هو كروب وليس ملاك. وهذا حديث ينبغي اخذه بعين الاعتبار، والكروب بمرتبه مختلفه تماما عن الملاك. حتى الشيطان بصيغته الشيطانيه لم يخلق، ولكنه كيان تخلى، هو كيان تخلى عن الخير. اليوم انا عارف قديش فكره الشر فكره تستحوذ اصل الشر. نفسنا نحكي عشان اكون امين معكم، فكره انه الله خلق الشر، وانا سوف اتحدث طويلا عن هذا الموضوع انجاز يعني حتى بعد المحاضره. بس المؤمنين اللي بيقولوا انه الله خلق الشر، من يؤمن بوجود الله؟ اوعى تفكروا الملحد عنده الله عشان يحكي انه هو اللي خلق الشر. عارفين مين بيتهم الله انه هو صنع الشر؟ المؤمنين به فقط. الملحد لا يؤمن بالله اصلا عشان يقول انه الله اللي خلق الشر. غريب المنظومه الايمانيه اللي عم نقدمها فيما يختص في ردنا على مشكله الشر المنطقيه، واصلح بعض المفاهيم في الاطار اللي جاي. طبعا هذا اربع مدارس قدمت في اشعياء 45، الله خالق الشر. دائما هذا السؤال بينسال، تعرفوه صح؟ هلكتونا فيه هو وعاموس، هلكتونا فيه. وانا عارف قديش في ناس هون قدموا فيه. رح اقدم لكم اربع مدارس واخلص منها، وانت وضميرك، انت وضميركم كيف تفهموها باطارات مختلفه. ولكن اهم شيء هلا في هذا السياق بقول مشكله الشر هي بالصيغه. بس قبل ما انسى ذكروني الشر نوعين، ايش هم؟ وصيغه مشكله الشر انقسمت الى قسمين، الاولى منطقيه ومشكله الشر، والردود انقسمت الى قسمين، محاولات دفاعيه والثانيه ثيوديسيا. اسمحوا لي سريعا ارد على مشكله الشر المنطقيه بان هناك تعارض بين الله والشر. مين قال؟ كيف تسربت هذه الفكره لحياتنا انه اذا الله كلي الصلاح كلي المعرفه كلي القدره هذا لا يعني ان هذا يعني انه لا يكون هناك شر؟ كون الله صالح هل هو يجبرني ان اختار كل ما اريد كل ما هو يريد؟ كون الله بيعرف هل هذا يعني اني انا لازم اعمل اللي الله بيعرفه؟ اسمعوا الجمله هاي بالمصري بدي احكيها، يا رب تزبط معي. الله بيعرف انا حعمل ايه مش انا بعمل الله بيعرف ايه. الله بيعرف انا حعمل ايه مش انا بعمل الله بيعرف ايه. اسمعوا خمس كلمات اذا فهمتوهم انحلت ازمتكم في ازمه الفهم وسوء الفهم وسوء التفسير مع الله. اكتبوهم: ما يريد الله يختلف عن ما يعرف الله، يختلف عن ما يقدر عليه الله، يختلف عن ما يسمح به الله، يختلف عن ما يستخدم الله. ما يريد الله يختلف عن ما يعرفه، ليس كل ما يعرفه يريده. اثنين، ثلاث، ليس كل ما يقدر عليه يريده. كون الله بيقدر يقوم أبوي هذا لا يعني أن هذا ما يريده. أربعة، ما يسمح به الله. بالمصري اكتشفت مؤخرا أنه كلمة يسمح تعني approved، لا قصدي allowed. يسمح قصدي فيها أنه يسمح، هو سمح لآدم أن يتمرد، هو لم يوافق على ذلك، يعني he didn't sign this is my approval، اتمرد علي، لا 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 لا، يسمح يعني allow. ما يسمح به الله انه داني يقتل ويزني ويكذب لا يعني انه هذا ما يريد الله. سماحه لا يعني ارادته. وخمسه، ما يستخدم الله. انتم عارفين الايه المشهوره جدا، كل الاشياء تعمل معا اجل الخير للذين يؤمنون. يلا يؤمنون، اها في فرق. اسمعوا التصريح بالمناسبة. إياكم أن تعتقدوا أنه الخير اللي بعيون الله هو نفس الخير اللي بعيونكم. بس للأمانة
كون الله كلي الصلاح، كلي المعرفة، كلي القدرة، فهذا لا يعني إطلاقاً بأن الله سوف يجبرني. فبالتالي وجود الشر كتير منطق أن يكون موجود بوجود هذا الإله. اثنين، حتى مشكلة الشر المنطقية لا تنفي وجود الله، هي تنفي وجود تلك الصفات مجتمعة في الله. إياكم أن تعتقدوا، كلياتنا نتساءل ونقول ما الله بيقدر يوقف. من لكم أنه الله مطلق القدرة؟ من أين لكم بهذا التصريح؟ الله كلي القدرة وليس مطلق القدرة. Omnipotent تعني، تعرفوا لو سألتكم هل الله يستطيع أن يخلق إله مثله؟ هل يستطيع الله أن يقتل نفسه؟ طب هل يستطيع الله أن ينكر ذاته؟ يعني هاي عشان آية حزيت رأسكم والباقي لا. يعني إياكم أن تعتقدوا كلمة مطلق القدرة أصبحت زي الطاقة، اليورانيوم يستخدم في علاج الكانسر ويستخدم في تدمير هيروشيما بلا عقل. إياكم، وهذا ما سوف نتحدث فيه بالثالوث مطولاً، صفات الله في المسيحية نابعة من طبيعته، عند أخوي الآخر نابعة من قدرته، وهذا اختلاف عميق جدا. عشان هيك هو لا يحتاج إلى صليب، يحتاج يستطيع أن يغفر ما تقدم وما تأخر دون الحاجة إلى صليب، لأنه منظومة القدرة الصفة الوحيدة التي تعلو على كل الصفات تلك القدرة. في المسيحية كل الصفات تعمل في انسجام، اتساق، تناسق، تماسك، دون أن تسقط صفة دون الأخرى، أو أن يكون هناك صفة تحكم بشكل إمبريالي صفات أخرى. الجميع على خط واحد، حب ورحمة، قداسة وعدل، كله واقتدار، كله على خط واحد. الله في المسيحية ليس ذلك الكيان النزوي الذي يستطيع أن يحكم ويطلق قدرته، لا 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 حبيبي يسوع مو هيك. الله كما أعلن لي في المسيح، أحد أهم أدواره في يسوع الأقنوم الإبن هو الإعلان، صح؟ أسيس هذا كان يحكي لنا الصبح، أحد أهم، ليس المطلوب من الروح القدس أن يعلن، الإبن يعلن، وهي أحد أهم الأدوار التي يقدمها الأقنوم الإبن. من جديد، ما في مشكلة يكون في شر ويكون في الله بنفس الوقت، أبداً لا يوجد أي مانع. طيب ومشكلة الشر الدلالية، هل هناك أسباب لما يحدث من حولنا؟ بصدق تفضلوا، مشكلة الشر الدلالية، اسمحوا لي أن أقدم أسباب أخلاقية وأسباب طبيعية، أسباب لأسباب الشر الطبيعي وأسباب الشر الأخلاقي. تفضلوا، بيحكوا لنا الله اللي مرض بضميركم، بضميركم هذا الله اللي عمله، هذا البوليوشن اللي عم بصير اليوم ومنذ فجر التاريخ. اسمعوا شو عم بقولكم، كثير أمراض عضوية تحصل للإنسان سببها نفسي، صح ولا لا؟ إياكم أن تعتقدوا تلك الأزمة الروحية بيني وبين الله، عندما انقطعت ذلك تلك الوحدة بيني وبينه وبيني وبين حالي وبيني وبين الآخر ومع الطبيعة، لن يكون لها إمباكت نفسي، لها ارتباطات وتداعيات نفسية خطيرة جدا. مرضت الإنسان. اسمعوا، آدم لما ابتعد، آدم لما ابتعد، وهذا الابتعاد بأشكاله المختلفة، لما قال الله والبشرية قالت لله ابعد عنا بمعرفة طرقك لا نصر، لما قالوا له البشرية كلها ممثلة في آدم، بدنا نستقل، بدنا نكون independent، ما بدنا سلطة فوقنا، مشروع استقلال مليان بالعصيان والتمرد، ومشروع تمركز حول الذات بمشروع مليان بالأنانية والكبرياء. إياكم أن تعتقدوا هذا سوف يمر مرور الكرام، هذا سوف تكون له تداعيات خطيرة حتى على جسدكم. اللي صار، احنا في أزمة، ابتعادنا عن حبيبي، عن الله، كلفنا الكثير. وهذا شوفوا 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 هذا سببه الله. والمشكلة هذا التلوث، لما احنا انا اشتغلت بالفود بزنس 7 سنين، انتم ما بتعرفوا شو بتاكلوا يا ناس، بتعرفوا؟ أنا ما بعرف، أنتوا تحتاجوا جهاز هضمي مختلف مبدئياً يعني، ومحتاجين رئتين. إذا بتشوفوا القاهرة فجراً، في طبقة يعني الله بس بعلم فيها، في طبقة تلوث الهواء فيه
المشكلة لما نمرض، لما اليو في خرب، واليو في بنزل يو في أشعة قصيرة الأمد زي الماكرويف، بتسخن من غير ما تحس إنه أنت ساخن. يعني لما تحط أنت أكل بالماكرويف، الشامبر ما بترتفع حرارته، بترتفع حرارة الأوبجكت. نفس الشيء اليو في اللي بنزل بيرفع حرارة الأرض دون أن تشعر بذلك. معادن عم تنصهر، كيماويات التربة عم تختلف، المواد العضوية فيها عم تنهار، عم تتكسر الجزيئات، وإحنا عم ناكل. وبالآخر بمرض. وينك يا رب عني لما مرضت؟ الأعاصير، الهواء الساخن اللي إحنا سخناه لما خربنا طبقة الأوزون عم بيسخن. لما يسخن بخف ضغطه وبتقل كثافته، بيرتفع لفوق، بحل محله ده هو بارد. هذا الهواء البارد بتحرك فبيسوي أعاصير. الله المسؤول عن هذا الموضوع، هو اللي سبب الأعاصير. معقول؟ التسونامي اللي تسوت، معقول؟ أي باحث صادق مع نفسه، تعرفوا باليونايتد نيشن آخر آيكون اسمه ريسك أسسمنت، تقرير بيطلع أعتقد كل 3 سنوات. نصيحة أخ، روحوا ادخلوا عليه، شوفوا أسباب الكوارث في العالم وحوادث الموت وأسباب الرئيسية، شوفوها فيها الله. النيران، الغابات اللي انتشار السكان لما ارتفعت عدد سكان العالم، صرنا بدنا بنية تحتية عشان نسكن فيها، لأنه عمر الإنسان الفرد ارتفع، وبالتالي حرقنا الغابات التي كانت تمتص CO2 وتعطينا أكسجين، راح الإنسان. الله هو المسؤول. أوكي، البراكين، هذا الارتفاع درجة حرارة الأرض اللي عم بصير، لا، وكلكم والأسلحة الكيماويكم والأسلحة النوويكم. يا جماعة، في أحد الأسلحة اسمها أسلحة جرثومية، بتضرب الجين، مش عم بتموت. أنا وابن عمي عم نتحارب، أنا مش بدي أقتله، لا لا لا، أنا بدي أقتل عيلتك وذريتك وأولاد أولادك للجيل الرابع. شو في؟ الله المسؤول عن الشر. معقول هذا المنظر الله المسؤول عنه؟ 80 مليون قتيل في حربين خلال 5 سنين. عمركم سمعتوا بالنيكروفيليا؟ عمركم سمعتوا بالنيكروفيليا؟ ممارسة الجنس مع الأموات. الله المسؤول عن الشر يا داني، والأمراض اللي عم بتصير أموات. عمركم سمعتوا بالزوفيليا؟ ممارسة الجنس مع البهائم. إحدى الشخصيات في إحدى الدول الأوروبية في الحوار وفي الديبيت في المناظرة قالت لي حقي أمارس في الجنس مع هذا الحيوان. ما بتشحكي ولكن شو هذا؟ معقول؟ معقول نيكروفيليا؟ بقول I have sexual attraction. لا لا لا، الله المسؤول عن كل اللي عم بصير فينا، وعن الكانسر، وعن اليو في، وعن الحياة اللي عم تخرب، والأكل اللي مش مزبوط، والتلوث اللي هد حياتنا. يا الله يا حبيبي، شو متهم؟ معقول هذا كله الله المسؤول عنه؟ مش هدول هم؟